هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس سي مابلر، دنتالي، كاستريبول. هجوم قوي من زعيم المحافظين المعارض على لوفين، ويقول إن السياسة السويدية في خطر. الكومبس تطلق أول منتدى من نوعه لرواد الأعمال من السويديين الجدد. أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار الكومبس. انتقد رئيس حزب المحافظين المعارض أولف كريسترسون التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين، والتي حذر فيها المحافظين بعدم الاقتراب من الحزب اليميني المتطرف سفيريا ديمقراطنا ونسخ خطابه والتعاون معهم. وقال كريسترسون في تصريحات للتلفزيون السويدية إن لوفين يلعب بالنار عبر هذه التصريحات التي وصفها بالتطور الحزين، وتابع: إذا كانت السياسة السويدية لا تحترم أحزاب المعارضة الأخرى وتنشر الأكاذيب بحقهم، فإن هذه السياسة ستكون في خطر، وهذا يشبه ما يفعله القادة المستبدون في الدول الأخرى حسب تعبيره. وفي كلمة له بمناسبة عيد العمال، حذر رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين من تنامي قوى اليمين المتطرف التي يمكن أن تعزز مواقعها في عدد من البلدان الأوروبية. وقال أن أي شخص يمتنع عن التصويت بحلول 26 من أيار مايو الجاري للانتخابات الأوروبية سوف يقدم مساعدة ذهبية للمتطرفين. لوفين شدد في كلمته على ما وصفه بأهمية الحفاظ على المجتمع القوي في السويد، كما تحدث عن الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي التي ستجري نهاية الشهر الحالي، حيث يقترح الاشتراكيون الديمقراطيون قواعد أكثر صرامة لمواجهة التهرب الضريبي. وقال لوفين في هذا الشأن إن التهرب من الضرائب من قبل كبار الأثرياء في أوروبا هو سخرية يقوم بها هؤلاء في مواجهة أشد الناس فقرا. يعتبر الخميس الثاني من أيار مايو هو الموعد الأخير لتقديم الإقرار الضريبي لهذا العام إلى مصلحة الضرائب، وسيتعرض من تأخر عن تقديم التصريح في الوقت المناسب إلى دفع رسوم التأخير. وقدم حوالي 6,400,000 سويدي تصريح الدخل حتى الآن، وكان يتعين على 1,600,000 شخص متبقي تقديم التصريح بحلول منتصف الليلة ليلة الخميس. مصلحة الضرائب أوضحت أن التصريح بالدخل إلكترونيا وعبر الإنترنت أصبح أكثر شيوعا من قبل. لمح المجلس الإداري لمحافظة فاستا غوتلاند غرب السويد لوجود خطر كبير في حدوث نقص بالمياه بمناطق المحافظة خلال الأشهر المقبلة، داعيا السكان إلى توفير استهلاكهم من الماء. ووفق المجلس فإن الطقس الدافئ والأمطار القليلة جدا ساهما بتدهور مستوى المياه في المحافظة، وانخفضت التدفقات في المجاري المائية إلى النصف في الأسابيع الثلاثة الماضية، وتخشى السلطات المحلية هناك أيضا من أن تنخفض مستويات مياه الشرب في بلديات فاسترا غوتلاند. إلى شأن آخر، حيث حذرت السلطات الصحية السويدية من انتشار نوع جديد من حشرة القراد أكثر خطورة وأكبر حجما من الأنواع المعروفة في السويد، يمكن أن تتسبب في التهاب السحايا وأمراض خطيرة أخرى. وذكرت السلطات أن الرقعة الجغرافية التي تنتشر فيها هذه الحشرة الوافدة حديثا إلى السويد من المناطق الشرقية هي في المناطق الشمالية من البلاد، ولم يكن هذا النوع من الحشرة متواجدا باستثناء طول ساحل نورلاند، لكن الآن تم العثور عليها في البلديات الداخلية من السويد.
نظمت شبكة الكومبس الإعلامية الخميس منتدى رواد أعمال السويديين الجدد وسط العاصمة ستوكهولم. الهدف من المنتدى تشجيع رواد الأعمال من أصول مهاجرة وتقليل العقبات أمام استمرار وتطوير أعمال أصحاب الشركات من القادمين الجدد أو المولودين خارج السويد بشكل عام. ومن الأسباب التي شجعت أيضا الكومبس على تنظيم هذا المنتدى إهمال الصحافة والإعلام لمساهمات اللاجئين والمهاجرين في إغناء الاقتصاد السويدي وأهمية التعددية الثقافية. أكثر من 100 شخصية شاركت في المنتدى، يمثل أغلبهم أصحاب أعمال جدد وكذلك قدامى، ومنهم طبعا أسماء حققت نجاحات باهرة في عالم المال والاقتصاد. ماذا في أخبار الطقس اليوم الغد؟ نهاية هذه النشرة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، إس سي موبلر، دنتالي، كاستريبول.